إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الإسلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قل شكر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبواب والعلم دافع البلاء والوباء والكرب والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوص في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معتر مطهر منظر في البيت والحرم شمس الضحى قدر الكتاب تبعنا نور الهدى من وراء سوار الظلم نمير الشام سفير العظم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل فاطمه والبراق مرقمه والمعراج طفره سدرة المنتقى مقامه وكعب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم الرسلين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين
المتقين مرابي المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين إسماعيل المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعب قوسين محبوب رب المشركين ورب المغربين جد سيدنا حسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله فيغل على بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله بلند وعذرا صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وتنبيه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه وبارك وسلم على سواب الباب السواب زرافات كنا سردك لا سواب المالك جو ذكر ذكر كي تجد سواب إطاق ما في الدفع سواب المالك المالك جو لنجر بكايا كي سواب سواب يا رياكا صلى الله عليه وسلم دي بارك بيش كنا سكبو مذو فرما فرما يا رياكا صلى الله عليه وسلم دي وسيلة من مارك زور ديال بات سواب كهري بارك بيش كنا مذو فرما فرما من مارك جميع شو بدك ربنا إمام مسلم إمام سين دي بارك بيش كنا سكبو مذو فرما فرما من مارك زور وزما دي بارك بيش كنا سكبو مذو فرما فرما من مارك سور بن خدوس كلام ثواب ثواب میرا مالک ختم پڑے گی ثواب کی بتا دا ثواب ثواب ذکر اذکار دا ثواب ثواب صاحب مزار حضرت خدیجہ کی بارگاہ میں پیش کرنے سے تو موضوع فرما فرما صاحب مزار کے سر کے مالک کا سارے نجی رشتہ دار ہوتے ہیں تمام دی روحوں کو پیش کرنے سے تو موضوع فرما فرما میرا مالک تمام کے صغیر کبیر گناہ معاف فرما فرما تمام کو جنت الفردوس سے جگہ عطا فرما فرما میرا مالک مالک اس سارے مشکلات حل فرما میرا مالک جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجل عطا فرما میرا مالک جڑے اولاد واسطے دعا واسطے اخر میرے مالک اللہ کو اولاد نری عطا فرما میرے مالک جنہ دی اولاد ہے میرے مالک انہاں دی اولاد کو نیک صالح بنا میرے مالک اسے صحیح پنج وقت نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما میرے مالک اس مالک کا دربار والے دا سارے دا مشکلات حل فرما اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الاخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم میرے مالک قبول کی پاکستان کی خیر فرما عالم اسلام کی خیر فرما اصل سارے میرے مالک اپنے ملک واسطے اچھا حکمران عطا فرما میرے مالک سے سارے مشکلات حل فرما اللهم ربنا تقبل منا هذه الدعاء انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور ذاته محمد وعلى اله تمام حضرات اللہ کا تناول فرماؤ اللہ جب کو میرا بارے کوئی ہے کھانا پیو جا